اشتكى عديد سكان مدينة بنصاف بولاية عين تيموشنت من أشغال حفر خاصة بتحويل مساحة خضراء إلى مشروع بناء نزل، حيث أكد هؤلاء أن الأرضية التي يقام عليها المشروع لا تصلح للحفر حسب تصريحات أصحاب السكنات المجاورة. أكشوف الناس باس فار هنايا جاو هدموه باش يستغلوه فندق بدون رخص بدون رخص، وين ما راه هنايا في المدينة كاش اسباس فار هم يبغيو يديوه، راك فاهمني؟ حنا هنا نطلبوا من السلطة تجي تشوف هاد الصورة، هذا من 1950 ولا مانيش عارف اسباس فار، ما تستعملش باش تقدمني فيها، كاين اللي ما تحت الأرض، هذا ستار روبلي، راك فاهمني؟ هنا كاين لي فوازان، كاين ميسيتي ألموند لا تحت الدولة مانيش عارف فيه متر 50 متر لون، وكاين دي سيتي ألموند أوسي شاك 4 متر. الوضعية حسب تصريحات من التقت بهم كاميرا نوميديا تي في تدعو للقلق والتخوف حسبهم، وهو الأمر الذي يطالبون من خلاله بالتدخل لوضع حد لهذه المشاكل. هذا النول البارح اللي تحت ندرت النكاريت التراب هذا كان واحد لو شارم ما تشبعاش ندرة، كان كيجي جاي واحد ندرة ما شاء الله، علاش خسروا لنا هذا لو شارم مانيش عارف علاش. هذا جي هوتيل، فهموني هنا جي هوتيل، شو الحيط تاعنا كي ولا دروك ولينا في الريسك، كنت لخلق دروك للدار تلقى قاعد دارت في سيراو. تنقلنا إلى مقر بلدية بنصاف لمعرفة رأي مسؤولها الأول، غير أنه لم يكن متواجدا بمكتبه.